وش فيك جامعتنا قدام البيت؟ أنا اليوم جمعتكم عشان رد الجميل صاحبه. مين جميل؟ ما تقصد واحد اسمه جميل، تقصد رد المعروف جميل العم جابر، عشان ساعدنا بتصليح العطل اللي تعرضت له. عم جابر ما قصر معي، وأنا جاهز لرد جميلة. وحنا معك يا حريص. بس للآن جالس أفكر، ليه ما رد علي مركز الأبحاث بالمستقبل؟ أكيد ما راح نفقد الأمل، بنحاول لين يجينا رد منهم إن شاء الله. إيه أكيد. طيب وشلون رد جميل العم جابر؟ بنفاجئ بواسل سيارته. الله، فكرة حلوة. عمر، قل لنا متى الوقت اللي عم جابر يطلع فيه للدوام؟ أبوي يطلع لدوامه الساعة 9، والحين الساعة 8، يعني عندنا ساعة بالضبط. أجل يلا نبدأ الشغل. وانت يا حريص، حاول تتواصل مع مركز أبحاث المستقبل، يمكن يردون عليك. احنا قاعدين نستهلك اكثر من حاجتنا لغسل السيارة. ايه صح على هديل. هذا هدر كبير للموية، في طريقة التنظيف بالرذاذ. التنظيف بالرذاذ يوفر كميات كبيرة من الموية ويحافظ على سلامة السيارات، لانه يقدر يوصل لأماكن الطريقة التقليدية ما توصل لها. بس حنا ما عندنا آلة الرذاذ. الجهاز متوفر في السوق ويوفر بنسبة كبيرة. طيب ما في حل ثاني؟ أكيد، تقدرون تعبون سطل الموية بس، وما تستخدمونه إلين تتأكدون أنكم انتهيتم من استخدام الصابون على كل جزء من السيارة. وش نسوي بعدها؟ وقتها بس تقدرون تستخدمون سطل الموية في أنكم تنظفون الصابون. حريص، في أحد يحاول يتواصل معك. البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه.